درسنا اليوم هو خاص بمستوى الجهد المشترك، المسلك علوم وتكنولوجيا، ويندرج وهو بعنوان التركيز المولي لنوع كيميائي. سأتطرق اليوم للجزء الأول من هذا الدرس. المحور الأول هو المحلول المائي، نشاط واحد وتجريبي. قبل أن نتطرق إلى هذا المحور لابد من تذكير بأهداف الدرس أو الأهداف التعلمية لهذا الدرس، وهي كالتالي: أولا، التمييز بين المذيب والمذاب. ثانيا، تحضير محلول مائي باستعمال أدوات مناسبة. ثالثا، تعرف تعبير التركيز المولي. رابعا، جرد العدة التجريبية لتخفيف محلول وإنجازه. إذا بالنسبة للنشاط رقم واحد تجريبي، وهو طبعا عبارة عن تجربة تعبر عنها الصورة التالية. كما تلاحظون فنستعمل بلورات من كبريتات النحاس الثاني ونذيبها في الماء. بالضبط الكتلة المستعملة من هذه البلورة هي M0 لCSO4، هي 1 غرام، والحجم المستعمل للماء هو V0 يساوي 200 ملليلتر. فنحصل كما تلاحظ على محلول وهو عبارة عن خليط متجانس نسميه محلول أزهر. ملاحظات نسجلها: إذن فطبعا الحال يدوب أو تدوب بلورات كلورور الصوديوم ذات الكتلة M0 كليا في الماء، فتعطي كما لاحظنا خليطا متجانسا، خليطا متجانسا، والذي سميناه المحلول S0. المحلول S0. إذن فالسؤال الذي أطرحه الآن هو: كيف نحضر محلول معين؟ إذن ثانيا، وهو الخلاصة للدرس، أو ثالثا عفوا، خلاصة. إذا كما لاحظتم فنحضر محلولا ما بإذابة نوع كيميائي مثال كبريتات النحاس في نوع آخر اللي هو الماء. إذن خلاصة، نحضر محلولا ما بإذابة نوع كيميائي، بعد نسميه بطبع الحال، فتعلمون هذا نسميه المذاب الفرنسية لو سوليت، في محلول أو في نوع كيميائي آخر، في نوع كيميائي آخر ماذا نسميه؟ نسميه المذيب. المذيب. إذا هناك ملحوظات يجب الانتباه إليها، وهي أن إذا كان المذيب هو الماء فنسمي المحلول النادي محلولا مائيا، وإذا كان طبعا الحال ولا يبقى أن يكون دائما المحلول أو المذاب لا يكون دائما جسما صلبا، قد يكون سائلا وقد يكون غازيا، كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الغازية. نلاحظ لما نحرك قنينة الغاز، كما نحرك قنينة الغاز فطبعا الحال يتصاعد غاز داخل القنينة مما يوضح لأن هناك غاز مذاب في المحلول. الملحوظة الثالثة هو أن الحجم لا يتغير أثناء بطبع الحال الدوبان. إذا استعملنا 200 ملليلتر فالحجم يبقى أثناء الدوبان ثابت. الآن نمر إلى الفقرة الموالية، وهي فقرة جوج كبيرة.
أو المحور الثاني، وهو يعبر عن التركيز المولي، أو عنوانه التركيز المولي لنوع مذاب في محلول غير مشبع، في محلول غير مشبع. إذن فالفقرة واحد صغيرة نعرف التركيز، تعريف. إذن ما هو التركيز؟ طب الحال سي أو سي ليكس، عمان ليكس هو المذاب المستعمل. إذن فتعبيره هو خارج قسمة كمية مادة المذاب إكس، إن ليكس على الحجم المستعمل من المحلول. إذن هو سي تساوي سي تساوي إن على في، وهذه علاقة طبعا نحتاجها كثيرا في الدروس الكمية. وحدة هذا المقدار طبعا فهو مقدار ربما لم تكونوا تعرفتوا عليه قبل، فنتعرف على وحدته بمعرفة وحدة صيغته إن على في. إذا كنا في نظام عين الوحدات طبعا المور هي وحدة كمية المادة في حين الحجم فهو بالمتر مكعب، أو مول فو متر موا طروة. في عمليا نستعمل طبعا الحال كوحدة للحجم المول على أو الليتر عفوا، فا يمكن استعمال الوحدة العملية مول على الليتر أو مول في الليتر موانسة. هذا هو التعبير. والآن نمر إلى الفقرة جزء صغيرة تطبيق تطبيق رقم واحد. إذن فالسؤال الأول من هذا التطبيق هو نعتمد على التجربة السابقة، والسؤال هو من المذيب ومن المذاب في التجربة السابقة. إذن واحد صغيرة أو واحد جوج، من المذيب ومن المذاب في التجربة السابقة. ثم السؤال جوج، احسب التركيز المولي للمحلول. طب الحال المحلول S0. إذن فالجواب هو طب الحال السؤال الأول سهل. إذن فالمذيب كما نلاحظ في الصورة هو الماء الذي استعملنا، والمذيب هي البلورات التي تمت إذابته. إذن المذيب هو الماء، والمذاب هو بلورات سي اس او كات. بالنسبة للتركيز فالتركيز هو تركيز سي زيرو للمحلول الناتج أو للمذاب المستعمل، سي زيرو ديال سي اي اس او 4، فهو يساوي خارج كما رأينا في العلاقة خارج قسمة كمية المادة لهذا المذاب على الحجم المحلول اللي سميناه في زيرو. إذا هذه علاقة اسمها علاقة واحد. لكن في المعطيات في الحال كما تلاحظون المعطيات عندنا هي كمية المادة أو الكتلة المذابة من المحلول من البلورة 1 غرام، والحجم في زيرو للماء 200 مليلتر، بطبيعة الحال نحوله إلى اللتر، هي 200 في 10 أس ناقص 3 أي 2 في 10 أس ناقص 1.
لتر، يبقى لدينا بطبيعة الحال الكتلة المولية أو عفوا كمية الماء الآن، فهي كما تعلمون هي خارج قسمة الكتلة المستعملة على الكتلة المولية للمذاب. لا نعرفها بطبيعة الحال، إذا فسنحسبها في الأخير. إذا عندنا معطيات الكتلة الكل معروفة، يبقى الآن أن نستعمل العلاقتين واحد وجوج للتعبير النهائي على هذا التركيز. إذا فالعلاقة واحد والعلاقة جوج سيعطيان بتعويضي بطبيعة الحال كمية المادة في العلاقة واحد، إذا فيصبح التركيز سي زيرو هو خارج قسمة كتلة ام زيرو على كتلة ام كبيرة على في، أو بعبارة أخرى ام زيرو على سي زيرو في في. هذا هو التعبير الحرفي ديال التركيز، عفوا على ام كبيرة في زيرو. إذا فيبقى لنا حساب الكتلة المولية، ضيف مع الكتلة المولية ديال هذا المركب، إما تكون معطات في التمارين طب تحلي كل ذرة، فبالنسبة لأم سي إي فهي 63.5 غرام على المول، بالنسبة للأكسجين كما تعلمون هي 16 غرام على المول ام او، 16 غرام على المول، وبالنسبة لي اس هي ام اس هي 32.1 غرام على المول. إذا فتصبح الكتلة المولية لمول واحد من أيونات أو من بلورة كبريت النحاس هي مجموع كتلة مول واحد من الكبريت، لأن كتكون واحد مول من النحاس عفوا، زائد كتلة واحد مول من الكبريت، لأن كيتكون واحد من هذا المركب كيتكون واحد من الكبريت، إذا واحد في ام اس، زائد أربعة في الكتلة المولية للأكسجين كيتكون من أربعة المولات من الأكسجين. فبطبيعة الحال نعوض ونجد مباشرة القيمة التالية، إذا القيمة هي 159.6 غرام بار مول، 159.6 غرام بار مول. ويصبح تصبح قيمة التركيز المولي هي سي زيرو يساوي 1 غرام على 159.6 غرام على المول أو فوا مول موانزا في 2×10^-1 لتر، طلعت 15 غرام على الغرام، والمول موانزان طلع الفوق تولي مول على اللتر، وهذه وحدة التركيز، وأنا جيت تقريبا سيزر هي 3.1×10^-2.